يا ريت بس ما تنسوش اللايك لجيجي، ويلا بينا نروح نشوف مع بعض عملنا القرنبيط التحفة ده ببيضة واحدة ازاي، حاجة كده من الاخر، اكل مطاعم صحيح. وكمان عملت لكم بطاطس بانيه، وعملنا بتنجان زي ما يشربش زيت، وشوية مخلل، اكل كده يفتح النفس. يلا بينا نروح مع بعض نشوف المقادير والطريقة. ازيكم حبايب قلبي جيجي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ايه رايكم بقى في القرنبيط؟ هعمل لكم تاني قرنبيط تاني. عملت لكم طريقه عمل قبل كده القرنبيط بدون بيض، النهارده هعمله بالبيض بناء على طلباتكم، وبرده مش بيض كتير، هعمل ببيضتين اتنين بس. اول حاجه عايزه اقول لكم طريقه حفظ القرنبيط في التلاجة، وبعد كده ان شاء الله باذن الله هنفرز تفريزات عشان نبتدي كده بدري لرمضان. كل سنه وانتم طيبين، انا عارفه ان لسه بدري، بس انا بحب اشيل الحاجه في الموسم بتاعها. هوريكم شويه مخلل نشيلها رمضان باذن الله بدري كده، كل حاجه برده في الموسم بتاعها، وكمان طريقه حفظ القرنبيط في الفريزر لمده عام. هنعمل كل حاجه مع بعض، وهبهركم يعني هبهركم حبايب قلبي جيجي. طبعا عشان تحفظيه في الثلاجه تقعد عندك بال10 ايام وال15 يوم ما يحصلهاش حاجه، اهم حاجه تجيبيها كويسه. تاني حاجه انا عاملاها في ستريتش، الاستريتش ده بيتباع عند اي حد بيبيع حاجات المطبخ، بتفضل عندك دي بقالها عندي 10 ايام زي ما انت شايفه كده اهو، زي الفل، ما حصلهاش اي حاجه في التلاجه بقالها 10 ايام وزي الفل. السر كله في البلاستيك فيلم ده، تمام، اللي هو الاسترتش ده. بس هنضفها بقى ونقطعها كده صغيره، ونرجع مع بعض نعمل الخلطه، واوريها لكم بقى اللي بالبيض عشان ابهركم يعني هبهركم. بصوا ده شكل كده القرنبيطه بعد لما ايه قطعتها كده حتت صغيره زي ما انتم شايفين. اهم حاجه تبقى زهرات صغيره، كل ما تبقى صغيره كل ما هي مش هتشرب معاكي زيت، وهتبقى خفيفه ومقرمشه كمان. اول حاجه لازم يتغسل يا بنات كويس جدا. هيتغسل ازاي؟ همسكه دلوقتي هنقعه في ميه فيها شويه خل، واسيبه منقوع شويه بتاع 10 دقائق، وبعد كده ابتدي اغسل فيه. هغسله ونرجع مع بعض نحضر الخلطه. انا بقى اوريكم قبل الخلطه كمان، عايزه اوريكم انا بسلق ازاي وطريقه السليق. انا كنت وريتها لكم قبل كده بس معلش اوريها لكم تاني علشان اللي ما شافش الفيديو الاولاني. بصوا الميه هي هتبتدي تغلي معايا، هبتدي احط فيها ربع معلقه صغيره من السكر، ودي مهمه جدا جدا عشان تمنع معاكي الريحه بتاعه القرنبيط زي ريحه الكرنب بالظبط. لما تيجي تسلقي كرنب برده اعملي نفس الخطوات دي معايا كده. هو نص معلقه كبيره من الملح، وهحط كمان معايا نص معلقه صغيره من الكمون. طبعا الكمون علشان ما يعملش غازات خالص زي ما قلت لك، مهم جدا الكمون. بصوا معايا بقى كمان هنا اهو معايا ربع معلقه صغيره من اللون الاصفر الغذائي، لو موجود. ده بيتباع فين؟ عند اي حد بتاع مستلزمات حلويات، او عند اي عطار، في منه جل وفي منه بودره. طيب لو انا ما عنديش يا جيجي، لو ما عندكيش يبقى معلقه كبيره مليانه من الكركم، وما تخافيش مش هيعمل معاكي طعم ولا اي حاجه. وبرده البودره دي مصرح بيها من وزاره الصحه، لان هي انواع، انا بجيب احسن نوع. هنبتدي بقى نحط كده اهو القرنبيط بتاعنا كده اهو بالشكل ده. بصي كمان هيبقى لونه اصفر وجميل ازاي. طبعا انا عملت معاكم القرنبيطه كانت كبيره، فانا شلت حبه عشان خللتهم، ووريت وهنزل لكم الفيديو بتاع تخليل تخليل القرنبيط ده، برده هيعجبكم قوي. هسيبها بقى تسلق. تقعد قد ايه في السليق؟ هتقعد معايا بتاع 7 دقايق كده مش اكتر، وبعد كده او 6 دقايق على حسب. طبعا انت هتعرفي تترى بس معاكي سنه صغيره، ما تخليهاش تتهري. وبعد كده هنصفيها وهنشطفها تحت الحنفيه ونرجع بقى نشوف الخلطه. استنوني. تعالوا بقى كده اهو، طبعا القرنبيط بتاعنا اتسلق اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وما تتكيش عليه في السليق. تعالوا بقى نشوف محضرين مع بعض ايه. بسم الله. هنا معايا كوبايه كبيره مج مليان من الدقيق. هستعمل برضو هو بيض، بس انا هستعمل بيضه واحده بس ماشي، عشان يبقى اقتصادي. انت بقى عايزه تزودي بيض زودي، هقول لك برضو تزودي ازاي. تعالي كده معايا ايه، معايا طماطمية صغيره جدا مبشوره ناعم جدا، او مضروبه في الكبه ناعم قوي، ومعايا برضو بصلايه صغيره مبشوره ناعم، وفص توم ناعم، ومعايا شويه خضره كده اهو ناعمين جدا. اهم حاجه الحاجه دي ما تبقاش متشافه، تبقى ميه خالص. هبتدي انزل عليهم كده اهو على الدقيق، على كوبايه الدقيق، طماطمايه صغيره وشويه خضره صغيرين وفص توم وبصلايه صغيره. بصي بصي ناعمه خالص ازاي معايا.
بصي بقى، معايا 3 معالق كبار مليانين على الاخر من النشا، ومعايا معلقتين من دقيق السميد. طيب لو ما عنديش دقيق السميد، وايه هو دقيق السميد؟ دقيق السميد ده يا بنات اللي هو دقيق البسبوسه، بس مش بتاع الاكياس، لا اللي هو من عند العطار، هيديني كده خشوله حلوه وهيديني كده حاجات تبقى مقرمشه معاكي. لو مش موجود هنستبدله بايه؟ هنستبدله بمعلقتين كبار من البقسماط او بمعلقتين من دقيق الذره. ما تقفيش عند حاجه، ال3 حاجات دول هيدوكي نفس النتيجه. معلقتين كبار من دقيق الدقيق بتاع البسبوسة او دقيق الذرة او البقسماط، والنشا معانا 3 معالق. تعالي بقى بالنسبة للتوابل، هنا معايا دي مرقة دجاج فورية، تدي طعم حلو قوي، جربيها. دي خلطة غير الخلطة التانية، بس طعمها احلى كمان. مرقة دجاج فورية دي انا عاملاها في البيت، لو مش عارفة تعمليها في البيت يبقى هتعملي ايه، هتجيبي كيس من اللي هي الفورية دي وتحطيه. هسيب لكم الرابط بتاع مرقة الدجاج الفورية دي عشان تعملوه في البيت. هنا كمان شوية ملح، ربع معلقة من السكر، لون من اللون الأصفر الغذائي، وده موجود موجود مش موجود هنستبدله بمعلقة الكركم. هنا معايا معلقة صغيرة مليانة من الكمون، ومعايا معلقة فلفل، ومعايا معلقة صغيرة مليانة من البيكنج باودر، البيكنج باودر بتاع الكيكة. كده الحاجات دي كلها اللي احنا حطيناها هبتدي احط عليهم البيضايه، تقدري تحطي 2 3 4 زي ما تحبي، انا عاملاها اقتصاديه، عاملاها ببيضه واحده بس، وتقدري تعمليها من غير بيض خالص. هسيب لك الرابط بتاع القرنبيط من غير بيض، هحط كمان معلقه خل، معلقه كبيره مليانه خل، هتظبط معاكي جدا جدا القرمشه وكل حاجه. هبتدي بقى اعمل القوام بميه، انت تقدري تفضلي تدي بيض لحد لما توصلي على القوام اللي انت عايزاه، انا استكفيت ببيضه واحده بس. هفضل بقى ايه اقلب كده اهو، واحط ميه لحد لما اوصل للقوام اللي انا عايزاه وهوريه لكم. بصوا هو ده القوام اللي انا عايزاه، لا خفيف ميه ولا تقيل يبقى معجن معايا. هنبتدي بقى ننزل كده اهو بالقرنبيط كده اهو. على فكرة الخلطة دي لو اتبقت منك تقدري تحطيها في كيس في الفريزر مش هيحصل لها اي حاجة، او لو القرنبيط كله حطيتيه جوه هنا واتبقى شوية قرنبيط بالخلطة مسلوقين حطيهم برضو في الفريزر وطلعيهم وبقي لأي وقت. طبعا هنغمسه كده اهو، وبعد كده هنبتدي نقلي، بس قبل ما هنقلي هنطلعه ونحطه في دقيق، ماشي؟ لازم يتحط في دقيق كمان، ونقلي بقى مع بعض ونشوف النتيجة ايه. تعالوا بقى كمان عشان عايزه اقول لكم على معلومه مهمه جدا، انتوا عارفين اقل حاجه صغيره جدا بحب اقول لكم عليها. اول حاجه البتنجان، لما تيجي تنقيه انا هعمل جنب القرنبيط ده هعمل بتنجان مقلي، وهعمل بطاطس بسلقها، انا بسلق بطاطس دلوقتي، هطلع البطاطس وهحطها في الخلطه بتاعت القرنبيط دي كمان وهقليها، هتبقى في منتهى الجمال، روعه هتعجبكم جدا. بصوا بقى، عايزاكم تنقوا البتنجانية الطويلة، مش تنقوا لي بتنجانية كبيرة كده ومجعلصة وتخينة، لا نقي الطويلة الخفيفة دي مش هيبقى فيها بذر اهي، كل ما تبقى صغيرة كل ما هتبقى احلى واحلى. بصوا بس في حاجة عايزة اقول لكم عليها في تقطيعة البتنجان، ما تقطعيليش البتنجان حلق، كل ما بتقطعيه حلق كل ما بيشرب منك زيت، لا تقطعيه بالطول، ويا ريت ما تقشريش، التقشير لا. اهو بصي كده اهو، مش هيشرب معاكي زيت وعلى ضمانتي اهو. طبعا القشر ده كله فوائد، ما ترموهوش بالشكل ده بالطول. بصي البتنجانه من جوه عامله ازاي، زي الفل اهو، ننقي الطويله ونقطع بالطول كده اهو اهو. بصي اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، تمام. انا بس حبيت ان انا اقول لكم، بس تقدري بس ان انت تحطي بس البتنجان بتاعك ده في دقيق ولا في اي حاجه كده اهو، بس ان هو يدي كفر معاكي وقرمشه حلوه. لو مش حابه عادي خالص برده هيطلع زي الفل، هحطه بس هنقعه، هرش عليه شويه ملح وسنه سكر صغيره عشان لو في اي مراره نتفاداها وينزل الميه بتاعته الزياده. ويلا بينا يلا بينا بقى نروح مع بعض نقلي. تعالوا برضو تاني، عايزه اقول لكم على معلومه كمان، انا دلوقتي هبتدي اقلي، انا جبت اصغر حله عندي، حله صغيره قوي مش لازم طاسه، عشان الطاسه ما تبقاش كبيره وتاخد منك زيت كتير، دي ربع الحله بس زيت زي ما انتم شايفين. الحله دي مقاس 18، صغيره جدا زي ما انتم شايفين كده اهو، صغيره قوي، حطيت بس ربعها زيت. الزيت قبل ما بيسخن يا بنات بحط عليه معلقه خل اهو،
بالشكل ده، معلقه خل، مش الزيت سخن واحط عليه الخل، ده غلط، هيعمل لك نار وهيبوظ الدنيا. والزيت بارد بحط معلقه الخل. معلقه الخل ايه فايدتها؟ ان هي بتديني لاي حاجه بقليها ما يشربش معايا زيت وتديني قرمشه. دي حته مهمه برده لازم اقول لكم عليها. تمام كده اهو، هنبتدي بقى نقلي مع بعض. زي ما قلت لكم هجيب القرنبيط هغطسه جوه الخلطه بتاعته، وبعد كده هطلعه على دقيق ياخد بس كده كفر دقيق بسيط، وبعد كده هبتدي انزل على الزيت بتاعي. استنوني عشان نشوف مع بعض كل حاجه. بصوا كده يا بنات، انا حطيت دلوقتي القرنبيط اهو، الزيت سخن نزلت بيه. عايزه اقول لكم ان انا عفرته كده بالدقيق بالشكل ده عشان تبقوا عارفين، بطلع كل قرنبيطايه واروح معفراه كده اهو بالدقيق بالشكل ده. عارفه بقى اكنك بتاكلي كنتاكي، ايه رايك بقى؟ بصوا يا بنات، كمان عايزه اقول لكم على حاجه مهمه قوي. ناس كتير قوي بتقول ان انا بطول في الفيديو، بس انا والله العظيم ما قصدي ان انا اطول في اي فيديو، انا كل الحكايه ان انا عايزه اوصل لكم المعلومه كامله. وفي ناس بتفرح جدا وتقول يا جيجي طولي براحتك، احكي يا شهرزاد. اولا بنحب صوتك جدا، فبصراحه انا اللي شايفاه بعمله، انا شايفه ان انا ما اقصرش معاكم في اي معلومه، علشان دي امانه انا هتحاسب عليها. فهسيبكم بقى لما نيجي نقلبه ونطلعه، هنطلعه مع بعض. استنوني حبايب قلبي جيجي، لسه الابهار مستمر. تعالوا كده بقى نشوف كده شكل القرنبيط بتاعنا، ايه رايكم؟ ده قرنبيط ده يا جيجي ولا كنتاكي؟ قرنبيط ده ولا كنتاكي يا جيجي؟ ايه رايكم؟ شايفين؟ وكمان ايه؟ مقرمش على الاخر. شايفين شكل القرمشه شكلها؟ مش صوتها، بصي بصي متماسكه معايا ازاي؟ زي ما انتم شايفين كده اهو. وكمان شويه الخل بيمنعوا ان هو يشرب زيت، تحفه صح. هطلعه بقى ونحط غيره، وبعدين هوريكم كمان البطاطس اللي سلقتها وهنزلها في الخلطه دي، هنعملها زي بتاعه المحلات. الخلطه اللي اتبقت بتاعه القرنبيط تطلع زي بتاعه بره بالظبط. بصوا يا امارات بقى، بعد ما شلت كده اهو القرنبيط، ادي البطاطس اهي مسلوقه ومقطعاها زي ما انتم شايفين كده اهو، بحطها جوه العجينه اهو بالشكل ده، وهبتدي اخد كده اهو وننزل في الزيت بالشكل ده. تمام اهي، هعملها بقى انا كلها كده اهو وننزل بيها. دي بقى ما تحطش في دقيق، دي بنغطسها في العجينه بس وبننزلها كده على طول. دي اللي بتبقى في المطاعم بتتباع غاليه، تقدري بقى تعمليها لاولادك سندوتشات وتعملي الاكل الشعبي الجميل ده اهو. كل الحكايه هي بيضايه واحده بس، ما عملناش اي افتكاسات. هحمرها واوريكم شكلها عامل ازاي. تعالوا كده نبتدي نقلب البطاطس بتاعتنا اهي. بصي واخده كفر اهي، هتبقى بصي مقرمشه معاكي وجميله ازاي، بنفس خلطه القرنبيط بس مش محشيه قرنبيط، محشيه بطاطس مسلوقه، هتبقى مقرمشه كمان وجميله جدا، احلى وارخص واطعم من المطاعم بره، بتشتريها وما بتبقاش كمان نظيفه. هطلعها بقى وهوريكم كمان وانا بنزل كده البتنجان، كام واحده كده من البتنجان عشان تشوفوا ان هو برده مش هيشرب معايا زيت. بصوا البتنجان اهو نزلته، اما اجي اقلبه برده هوريه لكم. استنوني، ادي شكل البتنجان بتاعنا اهو. عايزه اقول لك ان هو مش شارب زيت خالص معايا اهو، بصي عامل ازاي. وبصي طول ما هو فوق الوش كده اهو بيعوم معاكي فوق الوش، اعرفي ان هو ما فيهوش زيت خالص، وحبه الخل اللي احنا حطيناهم بينطروا معايا الايه الزيت من الحاجه بتاعتك اللي بتقليها. بس هبتدي بس ياخد معايا لون حلو كده، ونبتدي بقى نقدم السفره بتاعتنا النهارده. استنوني حبايب قلبي جيجي، ايه رايكم بقى في المنظر التحفه الجميل ده؟ بجد بجد مش يستحق بقى اللايك؟ ايه رايكم؟ تعالوا بصوا، ده ايه ده؟ ده قرنبيط ده ولا كنتاكي؟ بصوا يا بنات عامل ازاي، مش شارب معايا زيت. بصي بصي من جوه لونه عامل ازاي، تحفه ومقرمش وزي الفل. طبعا كل ده احنا عاملينه ببيضه واحده بس زي ما انتم شايفين كده اهو، مش عشان انا بعمل اكل شعبي يبقى اتلصق طالما ما فيش لحمه وفراخ واعمل كده يلا اضربهم كده اي اكل وخلاص، المهم يبقى في اكل في البيت. بالعكس، الاكل ده هو اللي بيفتح النفس ولازم يتعمل وتزوقيه كده وتعملي له ديكوريشن كده حلو، والعين بتاكل قبل البق. وبجد الحاجات دي بتفتح النفس، وفي ناس بتروح تشتريها بفلوس غاليه جدا. تعالي كمان اوريكي شكل البطاطس، بصي البطاطس بتاعتي عامله ازاي، بصي لونها، وبصي من جوه، بصي من جوه طريه وبيضه
وناعمة ازاي اهي، وادي البتنجان بتاعي بصوا خفيف ازاي اهو زي ما انتوا شايفين، وكمان حمرت شوية فلفل حاجة كده تفتح النفس. عايزين بس طبق سلطة، هنعمل طبق سلطة محترم، وحبة سلطة طحينة او حبة سلطة لبن وبس كده. وخلصت حلقتنا النهاردة، ويا رب اكون ضيفة خفيفة على قلبكم. ما تنسوش يا بنات احلى لايك لاحلى زيزي، واللي ما اشتركش يشترك عشان لسه عندي مفاجآت وهبهركم، يعني هبهركم حبايب قلبي زيزي. ومع السلامة في فيديو جديد.